دورة رمضانية حافلة بأعمال درامية وبرامج متنوعة، هكذا تعودنا في كل عام. تستعد إذاعة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام لتقديم برامج ومسلسلات إذاعية جديدة ومميزة في شهر رمضان الفضيل، وتعد هذه الدورة بمثابة ثوب رمضاني جديد تكتسي به الإذاعة لتتماشى مع روح الشهر الفضيل ومع رسالة المؤسسة المتمثلة في تقديم مضمون إعلامي متميز لجميع الفئات العمرية. تميزت إذاعة الشارقة أن كل سنة في رمضان نحاول نبرز برامج جديدة، أو البرامج اللي كان عليها إقبال كل سنة نحاول ننتجها بطريقة أجمل وبطريقة أكثر تشويقا. هذه رسالة لكل مستمع يسمع إذاعة الشارقة، ما لك إلا طيبة الخاطر. كل حاجة جديدة عندنا في رمضان، برامج متنوعة بين الثقافية والاجتماعية والتراثية. عندنا مسابقات بين الدوائر الحكومية رمضان، أبرزها المسلسل الإذاعي سوالف وعلوم الذي يستضيف نخبة من ممثلي الإمارات ليناقش موضوعات اجتماعية مختلفة. ولأول مرة يطل برنامج خراريف أم سالم مع عدد من الحكايات الشعبية المتوارثة في تراث الإمارات. في فريج من فرجان الأول كانت هناك بنت اسمها غاية. غاية وحيدة أبوها، ماتت امها وتزوج ابوها حرمة ثانية. دوري انا في خراريف ام سالم مراوي الخراريف، وهو البرنامج عن خراريف نرويها كلها قصص اول، يعني قصص الجدات اللي كانوا ترويها للاطفال قبل لا يرقدون، يعني كلها قصص او خراريف تراثية يعني من التراث الاماراتي. مسلسل سوالف وعلوم الجزء السابع، طبعا أنا مع مؤسسة الشارقة للإعلام. مسلسل يعني يتكلم عن مواقف مختلفة، هو طبعا كل حلقة منفصلة عن الحلقات الثانية. العمل كوميدي في مواقف فيها مسجات تنعطى للناس، رسائل مهمة تنعطى للناس، وفي من ضمنها للتسلية، يعني مو لمجرد التسلية، بالعكس للرسم البسمة عند الناس مع هذه المسجات اللي أكلمك عنها. العودة هذه إن شاء الله إن شاء الله تكون أفضل ومواضيع أقوى إن شاء الله. أنا لي أدوار متعددة من خلال عدد الحلقات، كل يوم قضية، كل يوم موضوع، قالب اجتماعي كوميدي. بالنسبة لي هذه أول مشاركة بدخل مع المجموعة في هذا المسلسل الإذاعي المشهور اللي يبث عبر إذاعة وأثير الشارقة. العمل معروف طبعا من خلال الأجزاء السابقة بأن يتناول قضايا اجتماعية بشكل كوميدي لطيف في رمضان. ما اختير وأنتج من برامج وأعمال متعددة خصيصا للدورة الرمضانية يعكس مدى حرص الإذاعة على اختيار الأفضل دائما، والقدرة على الانسجام مع تطلعات الجمهور وعادات وتقاليد المجتمع المحلي، ليأتي ذلك مكملا لمسيرة مؤسسة الشارقة للإعلام ودورها الريادي والتوعوي والثقافي في المجتمع.